شكرا جولستان، اهلا بكم اعزائي المشاهدين بحلقه جديده طبق جديد من مطبخ سامراء. طبقنا لهذا اليوم هو الموز مع الكاستر. طبعا هاي الطريقه جدا سهله، هي تعتبر حلويات يعني من جهه وتعتبر سلطه من جهه، يعني بعض الناس ياكلوها ويا الاكل يعني مثلا مع العشاء تنزل على شكل سلطات تنكل، واكو ناس يسووها الكاستر يسووه شويه اثخن يصير حلويات. احنا راح نسويه اليوم على شكل سلطه. راح نبلش يعني بالنسبه للمكونات، عندنا الكاستر، الحليب، الزعفران، المي والموس وقطعتين كيوي وقطعه حامض. بالبدايه راح نضيف المي بالجدريه، طبعا النار عندنا مشتغل، بين ما يثخن يعني يصير المي حار راح نضيف الحليب والكاستر. بالبدايه راح نقطع الموس، طبعا راح نقطعه على شكل دوائر يعني هذا الشكل. الموس يعني يخلي يكون مثل هذا شويه قوي حتى ما يتفلش. الكاستر راح نسويه خفيف، ما راح نسويه ثخين هواية، لأنه احنا قلنا مثل ما قلنا هي تعتبر يعني سلطة. هذا الموس مثل ما جاي تشوفون صار جاهز. عندنا الكيوي راح نقشره ونقطعه. بالبداية مثل ما قلنا راح نضيف الحليب، هذا الحليب يعني 4 خواشيك صغار. راح نضيف الكاستر، كاستر لون اللي انتو تحبوه، احنا ضفنا الاصفر. طبعا اكو ناس يحبون يقدرون يخلون الشكر موفت مشكلة، احنا ما خلينا شكر لانه هو الموس يعني ينطيح له هواية. هذا الحامض راح نخليه راح نقطعه ونخليه ويا الكاستر، يعني نص قطعة تكفي. طبعا إذا المي يكون حار الكاستر ما يطول، ممكن دقيقتين تكون كافية له، يعني احنا نشيله من النار وانتو تقدرون تاكلون اذا هو حار واذا هو بارد مو فد مشكلة. ثم قلنا هسه راح نقطع هذا الكيوي. راح نسوي نفس شكل الموس دوائر ايضا، خلي تكون شوية اكبر، هي راح تبرس وراح تنطي شكل جميل بالطبق. طبعا هذا لون عندنا الاخضر، وبعد ما يكمل الطبق طبعا راح نضيف فوقه الزعفران راح ينطي فت شكل جدا جميل. اذا هذا الكاستر تقريبا صار، احنا راح نخليه بعد شوية وقت ويحتاج كم نخليه بطبق اخر حتى يبرد بسرعه. راح نقطع هذا الكيوي. هذا الكيوي صار جاهز ايضا. راح نطفي النار نخليه حتى يبرد شوية وبعدها راح نكمل الشغل. هذا طفينا النار عنه، راح نخليه طبق آخر حتى يبرد، نقدر نخليه بهذا الطبق. هاي خلينا بطبق آخر. إذا أعزائي المشاهدين نذهب إلى فاصل وبعدها نواصل.
إذا رجعنا وياكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، مثل ما قلنا الكاستر تقريبا برد وصار جاهز، الموس والكيبي احنا محضريه، راح نفرغه بالطبق، نفرغه بهذا الشكل. هاي تقريبا الطبق صار جاهز، نقدر نضيف وياه جزر، نقدر نضيف وياه الشيء اللي احنا نحبه. راح نضيف طبعا الزعفران فوقه بهذا الشكل، ينطي له فت شكل جدا جميل وينطي طعم ايضا، مو بس شكل. اذا اعزائي المشاهدين نذهب الان الى فقرة النصيحة ونقدم لكم نصيحة لهذا اليوم. إن شاء الله تكونوا تستفادوا من هاي النصائح اللي جاي نقدمها لكم يومية. إذا أعزائي المشاهدين مثل ما قلنا لكم طبعا الجزر راح ينطي شكل جميل للطبق، نقدر نقطعه دوائر نخليه على أطراف، نقدر نقطعه يعني على شكل طولاني جوليان نخليه على الأطراف. إحنا راح نسوي دوائر راح يطلع أحلى. مثل ما قلنا لكم اعزائي المشاهدين اكو ناس تستخدم هاي يعني تاكلها على شكل سلطه يعني مع الاكل ياكلوها، واكو ناس لا يسووا شويه الكاستر ثخين يعني اثخن وتبقى حلويات. هي بالاول والاخير هي تنطي طعم حلا، بس اكو ناس ياكلوها وقت يعني الاكل يعني مع الاكل. نقدر نخلي هاي بهذا الشكل، إذن إلى هنا تكون قد انتهت حلقتنا هذا اليوم. نلتقي غدا بحلقة جديدة وطبق جديد في أمان الله وحفظه.